ردا على سؤال توجهنا به إلى عدد من أهالي مدينة حلب السورية حول نظرتهم إلى مؤتمر جنيف، عبر بعضهم عن دعمهم للحل السياسي في سوريا، مؤكدين على أن هيئة المعارضة التفاوضية تمثلهم، غير أن آخرين أعربوا عن أن النظام لا يفهم بغير لغة السلاح، وأن الحل السياسي في سوريا يجب أن تسبقه بوادر لحسن نية. شفت الطيران بشوي هلأ كمان؟ عم بقولوا جنيف وما جنيف، جنيف لسا في للعشرة وللخمسطعش، والضحية الشعب السوري، غير الشعب السوري ما حدا فاهم، والنظام ما فهم غير بلغة السلاح. بالنسبة لمؤتمر جنيف والهيئة التفاوضية العليا بتمثلنا وبتمثل الشارع السوري، قرارات الهيئة التفاوضية العليا بحضور المؤتمر أو من عدمه هذا الشيء بيمثلنا، ونحن بنفتخر بالهيئة التفاوضية العليا. حتى دماء الشهداء وحتى عنين المعتقلين وحتى المحاصرين رح يفتخروا كمان. نحن ما بنعترف بجنيف 3 ولا جنيف 4 ولا جنيف 5، ما بنعترف، نحن مؤتمر لأنه فاشل، ونحن بنعتمد على الأرض وأهل الأرض وعلى المجاهدين في الأرض والثوار في الأرض، الله يثبتهم، أكثر من هيك ما بنحكي. الحل السياسي بده بوادر خير، يعني بده يكون في حسن نية في الموضوع، ما في حسن نية. بالنسبة للمعارضة قالوا إنه بدهم الحل السياسي، ولكن النظام وين الحل السياسي اللي عنده؟ وإما بده يكون الحل السياسي إلا يوقف الطيران، الحصار، التجويع إلى آخره، يعني شغلة صارت مبينة لكل العالم. فالحل كان عنا بسوريا سلميا، أما هلا بقول لهم الحل صار عسكريا وما راح ينتقل عسكريا، وراح ننتصر بإذن الله، راح ننتصر. صار لهم زمان عم يعملوا مؤتمرات وما مؤتمرات وكل هالحكي يعني على الفاضي، شو استفدنا من كل ضمن هالفترة هاي؟ ما في غير تقتير في هالأطفال والنساء. بالنسبة للسوريين فهو يعني لإطالة أو استنزاف دماء السوريين الباقيين لحتى الآن داخل البلد، ولإطالة عمر بشار الأسد أو حكمه.